السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعات الغاليات، أتمنى منكم أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. أول شيء سأترك لكم في أول تعليق وفي صندوق الوصف قناة ستكون قناة باللغة العربية لكي تعم الفائدة، لأن الكثير من المتابعات دائما يشتكون من صعوبة كلامي، فأنا دائما أحاول التكلم بلهجة بيضاء، لكن سرعان حبيبي ما أنسى وأدخل أتكلم باللهجة المغاربية. لذلك أحبابي اذهبوا واشتركوا في تلك القناة، جميع متابعيني الذين يستعصي عليهم فهم اللهجة تبعي أرجو منكم الذهاب لتلك القناة، ففي القريب العاجل ستطرح تلك القناة فيديوهات فيها أعمال روحانية ناجحة بقدرة الله تعالى، وستكون بلغة عربية مفهومة وفصيحة. بارك الله فيكم جميعا. ولكي لا أطيل عليكم أحبابي في الله، في هذه الأيام المباركة يا رب يا رب العباد يا مجيب الدعوات، يسر أمور مشابهاتي وبعد عنهن شر الخلق، واجمع شملهن مع من يحبون، وابعد عنهم كل ساحر وكل شخص مؤدي يا أرحم الراحمين. لكل متابع من المتابعات عندها مشاكل يا رب تفرج عليها مشاكل الدنيا والآخرة، لو عندها يعني عكوسات يا رب تفك عليها عكوساتها وتفك سحرها، وأي واحدة عازبة يا رب تجلب لها الزوج الصالح اللي يخاف الله ويتقي الله فيها ويحبها حب كبير، واللي تبغي الأولاد يا رب ترزقها الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اليوم في هذه الفائدة الروحانية أحبابي، فائدة روحانية خطيرة جدا، يعني والله العظيم يعني ترددت في طرحها، لكن أرجو منكم استعمالها في الحلال فقط، لأن هذه الأعمال الروحانية عندما تفعلينها في الحرام تريدين فقط الانتقام فهي تنقلب عليك. لذلك دائما أحبابي أحذركم وأحذركم دائما أن تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير لكي تفهموا تفاصيل الوصفة، لأن هناك بعض الأشياء تحسبونها بسيطة لكنها تغير مجرى الوصفة. فمثلا إذا قلت لك هذه الوصفة اعمليها يوم السبت فيجب عليك عملها يوم السبت، وإذا قلت لك لا تفعليها في هذا اليوم فتجنبي ذلك اليوم. المهم نحتاج قفل، قفل نحاس، تذهبين لأي عطار أو بقال في حيك تشترين قفل، قفل النحاس، وأرجو منك لا تسألي عن الثمن، لا تسألي عن الثمن، ولو ذهبت يعني لمتجر كبير عليه الثمن اذهبي واشتريه ولا تحسب الصرف، يعني فهمت علي؟ تأخذين قفل نحاس جديد. في هذه الوصفة ضروري طهارة، الطهارة، ولازم تكوني حبيبتي على وضوء، بمعنى لازم ما تكوني على جنابة ولا حيض. هذه الوصفة والله العظيم راح يأتي لك دليلا، راح تجلبيه لك لو كان في قارة وانت في قارة، ستجلبينه لك حتى لو كان بينكم حالة طلاق، والله العظيم من أقوى الوصفات، سيجلب لك وسيأتيك للفراش ويطلب مضاجعتك في الحلال أكيد طبعا. تحتاجين قفل نحاس تذهبين وتشترينه عند متجر ولا تسألي عن الثمن، فأكيد القفل يأتي معه مفتاح، فيكون دائما القفل يعني مسدود هكذا ويكون معه مفتاح، فتسكرين يعني اسمعي جيدا حبيبتي، سوف تأخذين القفل وتكتبين عليه اسم حبيبك واسم أمه، مثلا اسم حبيبك مثلا سعيد، سعيد او زوجك ابنه، لو مثلا عندك حبيب ما لا تعرفين اسم امي دائما تقومين به ابن حواء، ابن حواء سعيد ابن حواء، وتاخذين المفتاح تكتبين عليه اسمك انت واسم امك. مثلا انا ليس لدي المفتاح هنا، لكن ستكتبين على المفتاح، ستكتبين على المفتاح اسمك واسم امك، مثلا انت اسمك نجاة او فاتحة او هذا، تكتبين على المفتاح مثلا نجاة بنت مثلا مريم، تكتبين على القفل، يعني أعيد، تكتبين على القفل اسم حبيبك أو زوجك واسم أمه، وتكتبين على المفتاح
اسمك انت واسم امك. اوكي حبايبي، القفل يكون مسكرا. بعد ذلك احبابي، تحطين القفل، يعني القفل في يدك اليسار والمفتاح في اليد اليمين. القفل في اليد اليسار هكذا، والمفتاح مثلا هذا هو المفتاح مثلا. سأضع فقط مثال لأنني لست أتوصل على المفتاح. مثلا هذا هو المفتاح، تأخذين المفتاح تضعينه على يدك اليمين والقفل على يدك اليسار هكذا أحبابي، وتقولين 121 مرة. 121 مرة، تقولين 121 مرة: يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بالنسبة لهذا الوصف أحبابي، تعمل في مكان يعني خلوة، ليس خلوة ولكن مكان نظيف ليس به أحد، يعني في غرفة يكون الهدوء تهم السكينة، وفي منتصف الليل لا تخافي أي شيء، لا يصيبك أي شيء، وتكوني على وضوءك طبعا، وتسويها في مثلا الخميس أو الاثنين. يستحسن دائما الخميس أو الاثنين، تفادوا السبت والأربعاء. تقولين 121 مرة: يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح، لكي لا يعني تخلطي في الحساب. هناك تسبيح إلكتروني، فكل مرة تضعيها في هذا الصبع، كل مرة قلتي تفتح يضغطي حتى تحسب لك 121 مرة. عندما تخلصين 121 مرة، تأخذين بعد ذلك تدخلي المفتاح في القفل، تدخلي المفتاح في القفل وتفتحي القفل. عندما تفتحي القفل تقولين: افتح لي يا فتاح قلب فلان ابن فلان، واجعله مسكنا لي. يعني تضعين القفل تضعين المفتاح وسط القفل وتفتحينه، وتقول: افتح لي يا فتاح قلب فلان ابن فلان واجعله مسكنا لي. تقولين هذا الكلام 7 مرات. بعد ذلك أحبابي، تشيلي المفتاح وتغلق القفل، تغلق القفل مرة أخرى. وعندما تغلقين القفل مرة ثانية تقولين هذا الكلام. وصفة سهلة وبسيطة، ركزوا معي أحبابي، ركزوا معي أحبابي، أرجوكم، إنني أبذل مجهود لكي أتكلم بلهجة بيضاء وكي تعم الفائدة، لذلك أرجو منكم يعني الدعم وتجريب الوصفة كما هي. بعدين تغلقي القفل وهو مغلق، وتقولي: أغلقت قلبه على محبتي حتى لا يحب أحدا غيري، أنا فلانة بنت فلانة. تقولين يعني تغلقين القفل، تشيلي المفتاح وتغلقين القفل، تقولي: أغلقت قلبه على محبتي حتى لا يحب أحدا غيري، أنا فلانة بنت فلانة. تذكرين اسمك أنت واسم أمك، يعني حتى الآن الأمور كلها واضحة، ويعني أمور. تأخذين القفل بعد ذلك أحبابي، تأخذ منديل أبيض، منديل أبيض، إذا عندكم قطعة من المسك يعني امسحوا بها هذا القفل، امسحوا بها هذا القفل، وتأخذين قطعة من المنديل الأبيض هكذا وتلفين القفلة. القفل يجب أن يكون قفلا صغيرا جدا، أنا فقط اخترت هذا لكي يتبين لكم كل شيء. منديل أبيض، وتأخذين الساق بهذه الطريقة وتلفي على القفل جيدا جيدا أحبابي. بسم الله، هكذا أحبابي، هكذا. ثم تضعين القفلة، تخبئينه في مكان ما، تخبئينه في أي مكان تحسين أن هذا المكان مكان يعني آمن. لكن في 3 أيام الأولى، حبذا لو وضعت القفلة تحت شيء ثقيل، مثلا أنا عندي مثلا دولاب ثقيل أو شيء ثقيل، أضعه من تحته القفل لمدة 3 أيام. بعد ذلك خبئينه في أي مكان، سواء ادفنيه أو خبئيه بين ملابسك أو خبئيه في مكان ما، فأنت عالمة ودارية بمكانك المناسب. والله العلي العظيم، سوف يأتيك حتى لو كان في قارة ما، سوف يأتيك ويطلب منك السماح. جربوها بنيتكم الخاشعة وافعلوا الوصفة كما خبرتكم بدون زيادة ولا نقص.
الأقسام، وأنا أقسم لكم برب الله تعالى، بالله لا إله إلا هو، أنها وصفة من المجربات، جربوها وستنالون النتيجة في القريب العاجل.